السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في الميكرو طنجاوي. موضوع ديالنا اليوم على النقل السري، كاين اللي كيقول لهم العتاقه وكاين اللي كيقول لهم الخطافه. اجي نشوفوا الناس في الشارع. هاو ديري تبارك الله. الله يبارك فيك اخي. كاين بعض الناس كتعتقوهم وكاين بعض الناس كيقولوا بلي نتوما كتقتلوا الناس في الطريق. هادوك كيركبوا ديك الناس هادوك الله يحسن لهم العون، كيشوفوا الحالات الشيفور كيفاش عامله عينهم جدودين بالباستيات والغبره وكيزيدوا يركبوا حشومه. شوف الشيفور بوجهه، شوف النور اللي بوجهه، ماشي سينا شبر صافي شتي ترانسبور غمط عينك وجري. لا شوف ترانسبور كيفاش عامل، والسيد اللي كيسوق، الولد اللي في باه، وحنا راه كنخدموا على الولد. معروفين الناس اللي كيركبوا معاكم يوميا. كنخدموا على الوالدين ديالنا، ما كنخدموش حنايا فحال شي بعضين على موالي الغاوره. انا كنهضر والهضره ديالي معروفه ومفهومه، فهمتيني؟ يعني كاين اللي كيخدم على راسو وكاين اللي كاين اللي كيخدم على التبصيل. اخي ابراهيم التبصيل شحال قدونا التبصيل، والتبصيل طلع له بنادم في راسو وبنادم ما بغاش يعير. الله يحسن العون، ديك الولد اللي عمل القصيده راه الله يحسن العون، قدر الله وشاء ما فعل. فهمتيني؟ قدر الله غالب. ديك الناس راه مكتابه لهم، لو كانوا في الديور ديالهم راه كان غيوقع لهم ديك الشيء هذا. دابا بعد السبب السرعه، بعد منكم كيمشيو بالسرعه، يعني كيفاش على الزعم؟ شوف اخي ابراهيم السرعه، حنايا عندنا الطونوبيلات كيسخنوا الا ما كواسينا لهم شي فرفاره باش يعملوا صداع كيبردوا. فرمي كنكواسيو فرفاره يعني كتشاركوا فرفاره مع الموتور. ايوا مع الموتور، الساعات ما كتبقى يدور فرفاره مع الموتور كتبرد على الطوموبيل، فهمتيني؟ وفعلي هذا شنقول لك، قدر الله وشاء ما فعل، الله يحسن العون، والله يفرج على ديك الولد المسكين اللي عمل قصيده. الله يسهل عليك اخي. عم نقول لك سينا، واش كطلع في النقل السري اولا؟ بعد منهم كيقولوا لهم العتاقه، كل واحد وكيفاش كيسمى. واحد شنو كيقول لهم؟ كاين اللي كيقول لهم النقل السري، كاين العتاقه كيعتقوا الناس هما، ملي كتكون ترامبيه مدحسه كاين الشيافر مزيانين وكاين عيانين، خصو الانسان يختار ناسو ولادو العائله اخوان كلشي كيطلع في هذا الشيء هذا، فهمتي كيفاش؟ والافات كيوقع، ما تقدرش تختار تعرف بين هذا وهذا، هما الله عمرها سلعه ماشي. يعني انت كتطلع مثلا، واش كتطلع في الترامبيه ولا كتطلع معاهم مثلا؟ كنطلع فيما كان، ترامبيه تاكسي صانيا الجولف كلشي، اي طونوبيل كنطلع فيه. والله عليك كتعاون معاه. والله كنتعاون معاه، كنطلع كنقول ليه عنطيه التاكسي عنطيه، والافات كيوقع والله الا. مؤخرا وقعت واحد القصيده اللي خايبه بزاف. كنعرفهم ديك الدراري، تلاقيت دابا غدا سمعت عملوا قصيده. دابا بزاف ديال الناس يعني قالوا ما كيجريو هما يعني. لا لا قالوا هربوا شي بوليسي ولا ما عرف شنو وقع لهم، وقع الافت طومر مع عامره ولا، فهمتي؟ يعني هذاك دابا الجار ديالك، قلتي لي الجار ديالك كتعرفوا حقا؟ كنعرفوا. شنو كتعرف عليه؟ كنعرف عليه شوفير كيترزق الله، مع الناس خدامين تينا كتعرف، ماشي هو بوحدو اللي عنده هذا الطونوبر معاه، كلشي كيترزق الله ديك الخدمه ديالو، فهمتي؟ كنعرفوهم كاملين. يعني ملي سمعتي اسم هذاك الخبر تفاجات؟ بقينا مشلوطين، البارح تلاقيتو ولا غدا جا اللي معاه كريسون، جا كامل مكحط عند خان القهوه، قال له يعني الخاوه عملنا كسيده. نقول لهم يسوقوا شتيتو، بنادم ماشي دغيا عا دوبل عادي تيوقع الافات، كاين الدراري شيافر وكاين ماشي شوافري، كاين اللي كيبقاو خصهم يتكيسوا ويبردوا، هادشي هذا راه فهمتي باش ما يوقعش هذيك كثرة الحوادث. حاول ديري تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم. موضوع اليوم هو على ترونسبوريس، كاين اللي خصوصا كاين اللي يقول لهم سرق بلايص وكاين اللي يقول لهم العتاقه. يعني هما مش سرق البلايص وماشي العتاقه، هما يعني الانسان كيجبرهم في المواقف الصعبه. هما دابا الانسان راه كل شيء، هما حنا اللي فينا قبيحه هي كنعمو. راه كاين ولاد الناس وكاين في اي حاجه في اي دومين كتجبر ولاد الناس وكيتجبر بنادم معين. لكن الانسان ملي كيطيح في شي موقف شي حادثه ولا شي حاجه ولا هذه يسميوها القتال. انا بيدي واحد النهار انا قطعت انا والسيده بدون شراطي بدون حاجه، انا دايز بالموتور السيده لصقتني، قالت لي لا، قالت لي انتم معايا القتاله. يعني شركه المواطن شركه كل شيء، قالت لي الشمكاره يا كذا يا هذيك شركه العموم كامل. ولهذا الانسان ما يديش الموتور كتلصق بها. ولهذا الانسان ما خصوش يعمم، يعني راه كاين ولاد الناس وكاين ولاد يماهم وباباهم وكاين بنادم معود اللي ناقص شويه، وبنادم ما خصوش يشوف على العيان، يشوف الايجابي ما يشوفش على السلبي. دابا انت كتطلع معاهم ولا ما كتطلعش معاهم؟ كتجيبني كنطلع معاهم ضروري، كنطلع معاهم. كتجيبك في وقت الصعبه ماشي شوف اي واحد طلع تشير له تركب معاه، ماشي اي مولي ترانسبوري في اي لحظه. يعني الانسان راه خصو يقدر الظروف لا اذا ولا اذا. هذوك عاود الله يحسن العون عندهم اسر ديالهم، عندهم العائله ديالهم، عندهم كذا، خصهم ضروري 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 تما بنادم يقدر الظروف للانسان. راه الانسان ماشي كلشي بحال وما خلقناش يعني سواسيه. تبارك الله. شكرا اخي ابراهيم، الله يعزك.
خصوصا كاين اللي كيقول لهم سرق بلايص، كاين اللي كيقول لهم العتساقه، وكل واحد كيفاش كيشوفهم. انت الراي ديالك؟ انا خايب راه ملي كنعرف الخوات سرق من بلايص هما اللي كيعشقوا الناس. خايب راه لا يمكن شي تسرق من بلايص، كتجبر بنادم تشرج هنايا. خايب راه كاينه حاجه واحده يعني حوته كتخان شواري وسالم مع الخاوه، يعني الخاوه كل واحد وشني كيقول الخاوه، شي يمكن شي تسرق من بلايص الخاوه، كتجبر بنادم تشرج هنايا، جينا هنايا فهمتي كاين شي اللي تبارك الله مسكين خدام هما كيقنعوا بحال حاجه اللي مزيون. عندك ولا ما عندك شي؟ يطلعك. عندك ولا ما عندك شي؟ راه يطلعك اخاي ابراهيم. والله الا مشيو دابا بحال نقولوا كاين جوج الانواع، كاين الدراري اللي عمرها سنعه وكاين الدراري اللي كاين الدراري الله يديهم ويصافي اخاي ابراهيم. والله الا مشيو هما راه الدراويش اخاو. والله الا اخاي ابراهيم انا صراحه الله اللي كيبان لي اخاي ابراهيم الناس هادو كاين اللي كيخدم بعقله وكاين اللي كيخدم بالهمجيه، يعني ما كاينش شي بادي. الانسان مزوج كيخصو يدخل الحليب في الدار، مراته في الدار، فهمتي كيفاش خصو يجيب لقمه العيش، ولا مشي يخدم اخاو ديالي بالاجاره راه ما يعطيوهاش ديك، ما يعطيوهاش البركه اللي يمشي يصرف بها بالنهار. علاش؟ مراته خصها تاكل، ولادو خصهم الحليب، خصو ليكوش، خصو بزاف د الحاج، دونك كيبقاش على الخدمه اسهل باش يجيب لقمه العيش ديالو بالنهار، بحالو بحال البياع والشري، فهمتيني. وفي نفس الوقت راه بعض الساعات كيعتقوا، فهمتيني، كيشي فيهم كيعتقوا كيجيو اللي عندهم كليان ديالهم، كاين اللي عندهم كليان ديالهم كيعرفوهم كيتسناوهم يجيو كيمشيو معاهم وكيجيو معاهم كيعتقوا الناس. ولكن مكرهتي يديو بلايص ديك الشيء المحدود، ما يزيدوش من فوق الطاقه ديالهم، فهمتيني، حيتاش من الزياده من فوق الطاقه ديالهم هي بحال اللي نقول لك راه عار زياده من راس د الحمر كما كنقولوا حنايا الناس الشام. دي بلايص ديالو اللي كان يمشي في الطرق، الطريق ديالو عادي فهمتي، يحترم قوانين السير فهمتي في الطريق كيما بغى يكون النوع ديالو. بنادم حنا كاملين اخوان بنو ادم، بنادم يخدم بالعقل ديالو وما كاينش ديك العرقله. الله يرحمه ما كاينش ديك العرقله في الطريق وما كاينش ديك بالباله، فهمتي كيفاش؟ علاش؟ راه كاينين الناس محترمين كيطلعوا معاكم في ترونسبور باش يطلعوا معاكم مره اخرى، يعني خصكم توقروا راسكم وتوقروا هما باش يطلعوا معاكم، فهمتي. دونك كاين وكاين، وعمره كان المجتمع مزيان وكان المجتمع كامل مزيان راه كنا بخير، ولكن مادام مجتمع هيدا وهيدا مره هايج مره اذا الله عاد شي تساوي الخير. استاذ هجرتك يما وعليك شحال بكيت، مهموم الدنيا راني مليت، واخذ روح اللي في قلبي منه ما يما انا باقي ما بغيت، برضا كيما انا يا حيات، وبحب الوالده انا ضويت وبقيت وحيد والله عييت. طاح الليل وجمعوا الحراقه، كلشي كيجري في الرمله باش يطلعوا في الزودياقه، حيت حلموا اللي في باله يمشي لمالاقا يصوفي الوالده، حيت هنايا ما بقاتش ببركه، كاع ما كانوا عارفين باللي بحر صيب وغدار، ولا يمكن كانوا عارفين بنادم بحياته قمر، علاش غمر بحياته؟ حيت بلادو عطاتو بالطهر، خلى يما تبكي هز الصاك وقطع على البحر. علاش؟ قولونا علاش الشباب من المغرب كيهربوا؟ الدولة ما عطاتهم والو والمسؤولين غير كيكذبوا، في الدرويش كيحلبوا، قولي شكون اللي حاسبوا؟ سؤال جوابه بسيط حيث الحقوق كيتسلبوا. كاضادية نوفيو مادريمية، بيردونا مي ماما توضابية نوفي كونترولو كي جوكيرية، هربت من الدل مو بلاد الحقرانية، غير اسمح لي يما غير ما تبكيش عليا، في الدنيا تالف غنجيبو حالف، كنقول اللي شايف أنا من هادو ماني خايف، في بلادي 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 خليها. كما شفتوا كانت هذه الاراء ديال الناس في الشارع، وانتم شنو الراي ديالكم؟ خليوها في الكومونتير. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.